أمين نفاتي مرة أخرى كواكو يحاول مرة هذه يمر ما يمرش والهجمة للإفريقي إيزيكال يدور كورتو إيزيكال بسرعة في اتجاه ذوادي مرة أخرى إيزيكال إيزيكال والهدف الأول ممتاز أليكسيس موندومو أليكسيس موندومو وهدف من طراز عالمي الدقيقة 21 والنتيجة تتغير لفائدة النادي الإفريقي. سنشاهد الإعادة كرة قصد في وسط الميدان من لومين كواكو وعادت في هجمة معاكسة أليكسيس موندومو. شوفوا البداية كانت بالذوادي إيزيكال يدور كورتو ينتظر تمركز الذوادي واحدة اثنين مع إيزيكال ما يتحكمش في كورتو تمشي أليكسي 91-1 للإفريقي بعد من زاوية أخرى الإعادة لهدف الكامروني أليكسيس رامي شريدي كان متقدم لكن